السلام عليكم يا ماضي، نطيب معكم التحنية صريحة سهلة سهلة وبسيطة والمذاق ديالها تحمق. غنحتاجو حليب، بعد غادي نحتاجو دقيق نقود خاطف الحلويات، غادي نحتاجو إما التمن أو الزبدة على حسب المتوفر، نحتاجو سكر أو سنيدة، وهذا كتبقى اختيار فقط باش تعطي لنا نكهة ديال الفاني. بتمنى على بركة الله صلوا على النبي. غادي ناخذ الزبدة وبقنتن، هذا جميل جواني. وهنايا خدينا كاطولة كنا فيه جبر الزبدة، غادي ندير عليه الدقيق. كديري 4 معالق كبار ديال الدقيق الفوض خاطف الحلويات، وكنبقى كنحرك هاد المكونات. وانا دابا ضفت عليها الحليب ونضرب، وانا ما تخليوش ثاني تحرق، بقا تمروا بالتحريكه من تحت لفوق. ودابا انا غادي نضيف عليها سكر فانيلا، وغادي نضيف 1 فرماجة كتبقى اختيار، ونبقى نحرك. بالنسبة لطاطا بشاميل خاط ما تكون جارية، خاط تكون معقدة. ونقوم نخط تحطلو عليه يكون هاكا، يكون شاد براطو ما يكونش طانق مرخين هاطيك. لما كديري بمعلقة خشب أو مطربية دواء، وهنايا دابا بقا نخوي كوتينة. يعني خطني يكون بالتكاوي، دابا غادي ندخلو الثلاجة، وهنا غادي ندير السكر. نادي ديري تانيتا خاطر يكون خاطر معانق تانيتا على حسب كل واحد الطوق ديالو. غادي نخليها فوق العافية تانيتا تكون ليا كرامي، غنبقى نحركها معنديش نوقف. نشوفها هنايا خليتو كديري أي كاطولة عندك. إلا بغيتي ديري تانيتا أو عطلوطي تبقى ولا قلتبان كتبقى اختيار. المهم متخفليش على السكر. وهنا خديت كتت فيه كت ديال الما، وغادي نخلط مع 1 معلقة ديال النشا اللي هي مايزينا. هي هادي هو بقا تعطينا اللون ديال الكراميل، ومن بعد ضفت عليه 1 كاس ديال الماء. ودابا غادي نضيف عليه 1 كاس اخر ديال اللي خلطنا مع النشا، ونبقاو نحركو. كان كيعطينا اللون اللي بغينا. هاد النية هاد الفقاعات هادو، شاد طفرها، نبقى نكمل. نبغي نضيفو ليه تا هو السكر ديال الفاني في الأخير، باش تعطي ديك نمسة ديال الفاني.
خير. أنا بقى غير خواني هذا كامل كامل خاطي يكون بزاف. انا زاد حلاوه قليله ثم ممكن ديرها اكثر من هكا. انا حبيت تكون حلاوه زوينه. ودابا غادي نخليها ثلاجه منينه كامله. اللوحه الفنيه طلعوا على النتيجة، عارفين النتيجة ديال التحلية. منين تبغى الطاجين، الطاجين ديالك في معمر الخضرة، كتخنو الطاجين ونمون وكتخنو الماء يكون دافي. لما كتشوفو هنايا خديت الطبطين درت فيه كفتة وطبطين الآخر فيه الخوطة، يعني حتى يجيو فيه البطنة مقطعة وديك البطنة أخرى محقوقة وخيتو محقوق جزر محقوق بطاطا محقوق وكراع حمرا محقوق وكراع حمرا مقطعة مربع. يعني دبا ديك القلعة ديال نتكفي فيها الملحة والقلعة ديال عائشة فيها شارة ديال الزعفران ديال الماء.